بعث رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندري زاكي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. خلال برقية التهنئة تقدم أندري زاكي بخالص التهنئة بذكرى تحرير سيناء الغالية على قلوب المصريين، والتي شهدت بطولات الجنود البواسل من شهداء القوات المسلحة لتحرير الأرض بالكامل. فما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتلك المناسبة.